أهلا بكم. الثعابين دخلت في معظم ثقافات الشعوب قديما وحديثا. الثعابين موجودة في كل التراث على مستوى العالم. كل دولة لها المعتقدات، القصص، الأمثال الخاصة بها اللي بتعلقها بالثعابين. هنتكلم عن الموروث الشعبي الثقافي الخاص بالثعابين في فلسطين. قبل لا نبدأ، فلسطين لها وضعية خاصة لأنها أرض الأنبياء، فيها تنوع في الثقافات، الثقافة الفلسطينية، الثقافة المسيحية، والثقافة اليهودية. في حاجة اسمها رسل في الثقافة اليهودية والثقافة المسيحية، بيقال انه لو جبنا دم الثعبان وخلطناه ببعض الاعشاب الخاصة بيسوي دخان، الدخان هذا بيطلع منه ظل وهمي للثعبان. الظل هذا له فوائد ما لنا علاقة بها، لكن من الاشياء المتوارثة في الثقافة اليهودية والمسيحية. في المسيحية في قساوسة اسمهم القساوسة الخمسينيين. القساوسة هدول عشان يتأكدوا من إيمان شخص بيجيبوا حية، وعلى فكرة اسم حية هي اللي بيطلقوها على الثعابين في فلسطين، بيقولوا حية أو حيايا. القساوسة هدول عشان يتأكدوا من إيمان شخص بيجيبوا حية ويخلوها عند الشخص ويشوفوا حتلدغوا ولا لا. لو ما لدغته يعني إيمانه قوي، لو لدغته يعني إيمانه مشكوك في أمره. من أسماء الثعابين الموجودة في فلسطين كلها بيقولوا عليها حية أو حيايا، في العربيت، في المبروكة، في الأزعر، في الحنيش أو الحنش، في حيايا التبن، وهذه برضو بيقولوها في الأمثال للشخص المكار، بيقولوا فلان زي حيايا التبن. في أفعى الزيتون، في عندنا حية الفيران. هذه بعض المسميات الموجودة في الثقافة الفلسطينية. بيقال إنه في ثعابين من زمن سيدنا سليمان عليه السلام موجودة لغاية الآن، موجودة في أماكن خاصة ما تتحرك لأنه بتخاف من سيدنا سليمان. الناس لغاية الآن بيشوفوها، والثعابين هذه ما تتحرك إلا لو أقسموا عليها بقسم سيدنا سليمان. أتكلمنا في حلقة خاصة عن الرفاعية والعيساوة والحواء وإيش القسم اللي بيقولوه في الموضوع هذا. في معظم الثقافات العربية ارتبط الثعبان وذكره أو الحية وذكرها بالسحر والشعوذة. في فلسطين وفي غيرها من الدول العربية ناس لغاية الآن بيشتغلوا بالسحر والشعوذة وبيشتغلوا بالثعابين، بيدخلوا الثعبان في الموضوع مع أنه الثعبان ما له أي علاقة بالسحر، لكن بيدخلوه في الموضوع. وفي اعتقاد في فلسطين أنه أي شخص بيربي حيايا بيسموه دجال أو أزعر. طبعا في ناس معروفين في فلسطين، مشهورين يمكن على مستوى فلسطين، بيشتغلوا بالحكاية هذه بالسحر والشعوذة عن طريق الثعابين. عشان الواحد يروح لهم أو يتقابل معهم محتاج لمواعيد، ومواعيد لفترات بعيدة لأنه الجدول تبعهم فل، الجدول مليان. في فلسطين بيقولوا أنه فلان محوي، الناس هدول محويين. الشخص المحوي يا إما بيكون متوارث الحكاية هذه عن طريق الآباء والأجداد، أو بيكون عنده ملاك أو نوع جن بيحميه، أو الشيخ بيتكرم عليه وبيعطيله الحكاية هذه، أو تكون كرامة من رب العالمين. الشخص المحوي عنده مناعة ضد الثعابين، الشخص المحوي الثعبان ما بيأذيه. الحكاية هذه موجودة في فلسطين وفي معظم الدول العربية، وتكلمنا في الحكاية هذه في موضوع الرفاعية والعيساوة. ظهور الثعابين الطائرة في فلسطين نذير شؤم وهلاك. البيوت القديمة كانوا بيخلوا أكرة الباب أو المقبض طبع الباب على شكل رأس ثعبان عشان يطرد الأرواح الشريرة، عشان يبعد الثعابين، يبعد الشياطين عن المنزل. هذه كانت موجودة في البيوت القديمة، وفي بعض البيوت لغاية الآن بيسووا الحكاية هذه. في حاجة اسمها رصد. الرصد أو الحرك عبارة عن مناطق مرصودة عليها حراسة من قبل جني على شكل ثعبان.
المناطق هذه ما بيوت قديمة أو مناطق أثرية أو مغارات أو أرض فيها آثار أو كنوز، بيقولوا إنه عليها حارس على شكل ثعبان وموجودة لغاية الآن، والناس عارفين بعض الأماكن وبيشوفوا فيها الثعابين اللي بيتكلموا عنها. بعض كبار السن لما بيشوفوا الثعابين داخل المنزل بيقولوا لها سيري يا مبروكة، سيري يا مبروكة. إيش أصل الكلام هذا؟ ما أعرف، لكن حاجة متوارثة وموجودة في الثقافة الفلسطينية. وفي حاجة اسمها تحويطة. التحويطة هذه أنواع، في تحويطة خاصة بالجن، في تحويطة خاصة بالزواحف، في تحويطة بيقولوها في فلسطين بيقولوا فيها محوطين تحويطة الله وسيدنا الدسوقي من كل شيء في الخزوقي، قريب ما يجينا، بعيد ما يأذينا، من الداب والدبيبة والرجل الغريبة. سيدنا محمد في البلد في إيده مطرقة الذهب، يقطع الرأس قبل الذنب. هذا جزء من تحويطة بيقولوها خاصة بالزواحف والثعابين والناس الغريبة. في تحويطة تانية بيقولوا فيها محوطين بالله دارنا ودوارنا وعشرة من جيراننا، باللوح والقلم والعرش ومحمد. السبع كلمات اللي قراهن سيدنا محمد على رأس الجبل، لا يجينا لا دابة ولا دبيبة ولا رجل غريبة ولا حمال حطب ولا حمال حديد. هذا برضو جزء من تحويطة موجودة في الثقافة والتراث الفلسطيني الخاص بالثعابين. في الطب بيقال انه الشخص اللي عنده عقم ممكن يتعالج بسم الثعابين. ثوب الثعبان لو حرقناه وكحنا به شخص اعمى ممكن بصره يرجع له، او لو قربناه من عيونه ممكن بصره يرجع له. الشخص اللي بده يجيب اولاد ياكل راس الحيه، وهذه بيقولوها للشخص الشاطر برضو انه فلان بياكل راس الحيه، انه والله شاطر وعنده القدرة أنه يتعامل في الأمور. في موضوع الطب الشعبي، دم الثعبان لو دهنا بالجسم الشخص ما يحس بالضرب. هذه بعض الأشياء الموجودة عن الثعبان في العلاج الشعبي أو الطب الشعبي. ننهي الموضوع بقصة موجودة لغاية الآن وناس كثير معتقدين فيها. بيقولوا أنه في ناس لقوا بيض حية، سرقوا البيض، الحية تبعت آثارهم لغاية ما وصلت للبيت تبعهم، بخت السم في زير المي. طبعا الموية بيحطوها في زير خاص بالمنزل، بخت السم. الناس شافوها وعرفوا انه الحية سممت المي تبعهم، اخذوا البيض رجعوه. الحية لما رجعت الوكر او الجحر تبعها لقت انه البيض موجود، رجعت تاني مرة للبيت، لفت جسمها على الزير تبع المي وكسرته عشان أصحاب البيت لا يشربوا منه لا يتسمموا. أشياء كثيرة جدا في التراث والموروث الشعبي الفلسطيني زيها زي معظم الدول العربية. اللي يهمنا في الموضوع إنه لازم نوقف عند كل حاجة نسمعها ونفكر فيها، الحاجة هذه صح ولا غلط؟ هل الحاجة هذه تدخل الدماغ ولا حاجة مجرد خرافات وأساطير الناس بيعتقدوا فيها؟ وعدم إنكار الحاجة هذه نتيجة لجهل معظم الناس بموضوع الثعابين. لازم نتعلم، لازم نعرف لو أشياء بسيطة تفيدنا مستقبلا. أتمنى لكم السلامة، شكرا لكم.
أعزائي متابعين اليوتيوب، لو عجبتكم الحلقة وحابوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.